رفعت الأجهزة والمؤسسات في سوريا سقف التحدي، وخصوصا مع ارتفاع نبرة الغرب تجاه دمشق رغم إرجاء الضربة العسكرية. دمشق أكدت أنها تحشد حلفائها لمواجهة أي ضربة عسكرية محتملة قد تقدم واشنطن وحلفاؤها على شنها ضدها، وهدد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بأن بلاده سترد على الضربة ليس ضد إسرائيل فقط، ولكن أيضا ضد جارتيها الأردن وتركيا إذا شاركتا في أي عملية تقودها الولايات المتحدة. المقداد دعا إلى حوار مع الولايات المتحدة في وقت أكد أن الحكومة السورية لن تغير موقفها ولو شنت حرب عالمية ثالثة. بدوره نشد رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام البرلمانيين الفرنسيين رفض أي عمل إجرامي متهور بحق سوريا. ومن باريس، حيث ناقش البرلمان الفرنسي صوابية التدخل المحتمل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو أن عدم التحرك يعني إغلاق الباب أمام الحل السياسي في سوريا. من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الولايات المتحدة إلى التحرك ضد النظام السوري، مبديا تخوفه من هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية يشنها النظام السوري إذا لم يكن هناك رد فعل. تركيا، أكد رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان أن بلاده ستشارك في أي تحالف دولي ضد سوريا من دون ذكر إن كان يتضمن ذلك العمل العسكري. في هذا الجو المشحون، أعلن بان كي مون أن المؤتمر الدولي الخاص بسوريا قد يعقد في تشرين الأول المقبل، ومن الفاتيكان دعا البابا فرانسيس سكان روما إلى المجيء بأعداد كبيرة السبت إلى ساحة القديس بطرس لمشاركته الصلاة من أجل سوريا.